المؤلف الحاصل على جائزة الكتاب في صنف العلوم الاجتماعية عام 2015 مفارقات حاكمة الدولة في البلدان العربية للدكتور محمد حركات، لأنه يستحيل الآن فصل الاستراتيجية عن الحكم. تجليات الحكامة في البلدان العربية ومن بينها المغرب من خلال الوقوف على 7 مفارقات أساسية. كيف يمكن للدولة اليوم أن تحقق ما نسميه بوضع يشبه إلى حد ما قاله الاقتصادي الإيطالي باريتو، وضعية متلى ما بين مستلزمات التنمية المحلية ثم المعايير الدولية الموجودة عالميا؟ الاضطرابات، الريع، الرؤية الاستراتيجية، الهشاشة في المنظومة الإنتاجية والشباب، كل ذلك مع الدكتور محمد حركات الثلاثاء مساءً.